مرحبا، اليوم حنحكي عن بطولة غرب آسيا للسيدات اللي يعني عم بيشارك فيها نادي الصفا كممثل عن لبنان. بهيدي التاني نسخة للبطولة وهتاني مرة نادي لبناني بيشارك فيها. أول مرة أقيمت ب2019 وشارك فيها نادي نجوم الرياضة اللي حقق بوقتها مركز الوصيف. مثل وقتها كمان هالمرة النادي اللبناني هو مرشح لإحراز اللقب وعلى القليل يعني يوصل للنهائي. هلا كيف البطولة حتقام؟ بعد انسحاب النادي الإماراتي ضل في 4 أندية مشاركة، مثل ما قلنا نادي الصفا عن لبنان، نادي فيروزية عن سوريا، نادي الأرثوذكسي عن الأردن، ونادي نفط الشمال عن العراق. هدول الأندية حيلعبوا مع بعض كمجموعة من يعني 3 مباريات، بيتواجهوا مرة واحدة، وبرابع نهار بيلعبوا ضد بعض، الأول ضد الثاني والثالث ضد الرابع. الأول والثاني بيكون نهائي، والثالث والرابع كمان لحدوا مركز الثالث. بتشبه شوي نظام البطولة غرب آسيا للواعدات اللي أقيمت بجوني تقريبا بسبب كانون الثاني 2022. هلا إذا عم نحكي شوي عن الصفا كفريق، هلا هو فريق صار عم بيلعب مع بعضه فوق 3 4 سنين، تقريبا شي 3 سنين عم بيتمرنوا مع بعض، عم بيلعبوا مع بعض، التغييرات اللي صارت كانت كثير ضئيلة، يعني في لعبة هاجرت اجى حدا بدالها، بس انه الفريق ككل بعده هو ذاته، وهذا الشيء مبين من ناحية التواصل بين بعض باللعب على ارض الملعب وحتى خارج ارض الملعب. وهذا عم نشوفه عم بيحقق نتائج كثير ايجابية بلبنان. صفا مثل ما انه هو اللي عم بيشارك لانه هو بطل لبنان الموسم الماضي، وهالسنة هلا هو متصدر، وعم نشوف اغلب لعباته عم بيلعبوا مع المنتخب، عم بيكون في يعني يعتبر من افضل الانديه حاليا بلبنان. هلا من بدايه الموسم الماضي لهلا، يعني من وقت ما عاد استعادت يعني استعاده تعافيتها الكره النسائيه بلبنان، الصفا خسران 2 مباراة فقط، 2 كان سابق ضد 11 فوتبول برو بالموسم الماضي، مرة بالدوري بدور المجموعات بأول دور، وبالكاس كانت المباراة الثانية، وكانت انتهوا بنتيجة 2-1 ل11 فوتبول برو. من وقتها من خسارة الكاس الموسم الماضي مش خسران الصفا، بتعادل 2 مباراة فقط هذا الموسم، ومحافظ على نظافة شباكه ب8 مباريات، حتى مستقبل 4 أهداف ومسجل 54 هدف من دون احتساب مباراة ضد التعادل شوف مزرعة الشوف اللي كان انتهت بنتيجة 23-0. طبعا ألغيت هذه المباراة كنتيجة بسبب انسحاب التعادل من البطولة. هلا على صعيد فردي، الأسامي اللي بتلمع من بنادي الصفا غير الأسامي اللي هي أصلا بنعرفها من ورا المنتخب، عم نحكي هون عن إنجازات فردية صارت بقلب الدوري حاليا. عم نحكي هون عن سينتيا صالح اللي هلا هي متصدرة ترتيب الهدافين بالدوري مع 17 هدف، والموسم الماضي انهت الموسم كهدافة الدوري. ليا هاشم كمان هي الثاني اكثر مسجلة اهداف بالدوري حاليا مع 15 هدف. كمان بصناعة الاهداف في عندنا ريتشل نصيف اللي مع 11 اسيست، كمان بالتساوي مع كريستي معلوف لعبة 11 فوتبول برو. اذا بنطلع على دور هدول الـ3 لعبات مع نادي الصفا، بنلاحظ انه سينتيا صالح مشاركه مثلا ب26 هدف، يا اما تجيلا يا اما صناعه، بيرجع وراها ريشل ب19 وليا هاشم ب17. هدول شاركوا فينا نقول تقريبا من 77 هدف اذا بنحسب كمان مباراه تعادل مزرعه الشوف. بنشوف دورهم المهم، ومزيد على هذا الفريق كمان استخدام وعد رعد اللي بتلعب كظهيره ايسر للفريق على سبيل الإعارة لهذا الأسبوع لهذه البطولة فقط. وعد أول شيء بلشنا نسمع عنه على صعيد الإعلام، يعني غير تألقه مع نادي نجوم الرياضة بالموسم الماضي، كمان شفناه مع المنتخب، بلشت مسيرته بكأس العرب، وهونيك لعبت دور كتير مهم بالنتائج اللي عمل المنتخب، وهي كانت تالت اصغر مين ببلش مع المنتخب بالعمر، كان عمره 15 سنه و3 أو 4 اشهر. بنفس الوقت شفنا لها دور مهم مع الفريق بكركستان. ف هذا الفريق اللي كان موجود عن يعني صفا بنزيد له عامل زياده اللي هو وعد رعد مع الفريق. برأيي حيكون فريق حلو للمتابعة ولمشاهدة المباريات، وهو غير انه كمان حنشجعه لانه هو النادي اللبناني،
مش كمان بنتأمل منه كتير خصوصا بهيدي البطولة، وليش لا نرجع نستقبله ببيروت مع الكاس.